ليتس جو. اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز وفيديو جديد من فيديوهات الانبوكسنج. والنهاردة بقى حاجة فخمة، يعني النهاردة حاجة معتبرة، مش لعبة بقى وفانكو وبتاع. احنا بنتكلم يا جماعة عن النينتندو سويتش لايت الازرق البلو اديشن. طبعا واحد يسألني ايه يا عم مانجا انت جبت واحد تاني ليه؟ بصوا يا جماعة، القصة وما فيها ان انا جبت دوت لولادي التوركواز ده، جبته لهم من سنتين تقريبا، وطبعا العيال كبرت وبقوا بيتخانقوا على مين ياخد دوره ومين مش عارف ايه. وطبعا بصراحة يعني ابني الكبير يعني مش عايز اقول بيتبلطج، لكن بيعرف يلاقي طريقة ان هو يفضل لابد في الجهاز وما بيسيبهوش. فمن هنا جت فكرة ان الولد التاني يجيله جهاز. مامته طبعا يعني صعب عليها الولد، فقررت انها تجيب له الازرق دوت. فدوت بتاع ابني، دوت مش بتاعي. وعلى فكرة يعني انا اخدت اذنه، لان انا لسه هفتحه ولسه في جوه العلبة ما طلعش. انا اخدت اذنه قلت له يا حبيبي انا عايز اعمل فيديو على القناة بتاعتي، ممكن اعمل له انبوكسنج؟ وهو ادالي الاذن. فالمهم تعالوا نعمل انبوكسنج للنينتندو سويتش لايت البلو. هو بيقولوا عليه بلو، انا الصراحة مش متفق على التوصيف ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح بقى العلبة، بس الاول نبص عليها. انتوا عارفين ان انا بحب العلب، يعني كيفي ان انا اتفرج على العلب من بره، يمكن اكتر ساعات من الحاجات اللي جواها. العلبة عادية لان دوت جهاز عادي، مش ليميتد اديشن، مش حاجة زي كده. فنفتحه، مفيش حاجة كتير نشوفها. بسم الله. طبعا يعني انا بيعجبني قوي علبة السويتش لايت، صغيرة كده ويعني بتجيب من الاخر، علبة جواها جهاز. يلا نطلع. بسم الله. اقف مكانك يا ماريو. طبعا كتيب التشغيل، متشكرين يا عم. وده الجهاز، هنبص عليه بس نشوف بس ايه تاني جاي مع الجهاز. انا على ما اتذكر هو بس المحاول الكهرباء، كتر خيرهم. يعني في شركات دلوقتي بتعمل الموبايلات والحاجات دي ما بيحطوش حتى محاولات كهرباء. طيب نبص بقى على الجهاز ذات نفسه، على جنب كده علبة. يا سلام، يعني حتى من تحت السلوفانة لونه حلو، ايه رأيكم؟ لا حاجة الصراحة اخر شياكة. انا عاجبني اكتر حاجة يعني تناسق الالوان، الزراير البيضة على الرمادي دي، انا ما بفهمش في الالوان، ها، مع اللي هو المفروض لون الازرق، يعني عامل كونتراست او تناسق في الالوان حلو قوي. ده جهاز شيك الصراحة. تعالوا نفتحه. يعني هو حجم الشاشة صغير طبعا، لكن مناسب جدا. تعالوا بقى نقارن الأزرق، عشان هو بيقول لك أزرق، أدي الأزرق بتاع ماريو هو. يعني في فرق ولا لأ؟ أنا حاسس إن في فرق. يعني ما تقوليش بقى أصل ده بيبي بلو مش عارف مين واخد ذنب أبوه والكلام دوت. في فرق، أنا شايف إن في فرق. يعني حتى لو جبنا المعلم سونيك اللي هو المفروض ازرق غامق شويه، برضه في فرق. اللي على اليمين ده بتاع الجهاز ده مش ازرق يا جماعه، ولا انا بيتهيأ لي؟ دور جس وات كيم تو كيم. يعني انا كأب بالنسبه لي اللقطه دي بالدنيا كلها، تخلي كل حاجة في الدنيا تستحق. بس وبكده نبقى عملنا الانبوكسنج. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو. انا ما زلت غير مقتنع ان لونه ازرق، اقنعوني قولوا لي ان لونه ازرق. بس بالمناسبه انا عندي عام الوان، كان المفروض اقول كده من الاول، فانا كده ولا كده ما بشوفش اساسا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى قناه مانجا 64 اول باول. ونشوفكم على خير الفيديو الجاي.